نادي كالي هيدور دور عالسين مدور هيحضر حضر طلعت الثورة الجذور تتكلم دي تحياتي الفنية مع فيك كما الناس الكل بين المعاهد ومع عمي رضوان ومع هذيك المراحل الأولى وبعد شديد ثنيتي مع المعهد الرشيدي للموسيقى التونسية مع الفنان طاهر غرسة. أول عام دخلت فيه للرشيدية أول شهر اقترح أنه يعطيني غنية قال لي سارة من ثمشك الله يرحمه وينعمه الله يرحمه وينعمه قال لي لازمك عندي غنية اسمها المحفل مبهاه نحب متنجم تحفل هالي كان سارة الله الله فغنيتها أول مرة ألحانه هو وكلمات المرحوم الفنان عبد العزيز الحاج طيب غنية حلوة فوندو كما أنت كنت تحكي فالجمهور قعد باهت وقت أول صعودي معناتها ما زلت خايفة حتى من ركح وخايفة من المسرح وخايفة من فرقة الرشيدية اللي هي بصراحة وعبد الحميد بالعلجية كنت كي نقف بحذيها بصراحة نخاف وأي فنان يخاف من عبد الحميد عنده هيبة وعنده وقفة وعنده على الفرقة وعنده تهيمينة في الفرقة أنا نخاف منها الحقيقة فقال لي عم الطاهر أنا نمشي معاك قلت له نخاف باش نغني عم الطاهر ما نجمش نغني قدامه قال لي أنا نمشي معاك ونحضر وتغني لازمك تفرض صوتك في الرشيدية فكانت لي الانطلاقة الأولى مع الرشيدية في المحفل مبهاه عيني لا 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 عيني وقلبي نشبني هلا هلا يا لا لا نو يا لا لا نو يا لا 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 في محبتك يا غزالي يا لا لا نو يا لا لا نو يا لا 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 في محبتك يا غزالي يا لا لا نو يا لا لا نو يا لا 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 في محبتك يا غزالي بالطبيب ده